السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to our Learn Quran with Tajweed series. If you like these videos, then please hit the share button below to share it with your friends and family. Now let's go to the lesson. You can read after me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى لام ألف you cannot stop وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب Qalqala will be strong because Qalqala letter is coming at the end. Hatta idha ja'athum rusuluna yatawaffawnahum qalu أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم
أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون Live Quran Classes 0092-302-576-5143 Email address gatewaytoquran@gmail.com